اللي جايب لي كارت او واسطه يتفضل يمشي، دي مش شركه تامينات عائليه. حلق زي فين؟ هو حضرتك مقدم في نفس الوظيفة؟ زي المدير ده، صوت عالي قوي، تحس ان حيوان بيزعق، تحس كده انه حاطط حل جوه صدره، حاجة زبالة. والغبي ما يعرفش ان انا هقبل في الوظيفة، يعني هقبل، اصل هو بابا كانوا زملاء في المدرسة مع بعض، ياما ياما سرق من بابا سندوتشات المفتقة. شكلك مش مصدقني صح؟ انا هثبت لك. بص حضرتك، دي ايام ما كانوا بيصيفوا مع بعض زمان. مش عايز اقول لك المدير هيتفاجئ قد ايه لما يشوف الصوره. جود لك. جاتك ميلا انت وابوك. يا طايا حبيبتك بتعمليه بقسوه؟ ابدا والله. طيب يا طايا كان ليه علاقه بالجنس الاخر وحبيبتك يعني حيمضي منها؟ عمري انا بتمنى انه يعرف واحده، بس هو اللي مش عايز. طب في البيت يا طايا بينام في الضلمه لوحده؟ هو ليه الاوضه بتاعته بس احيانا بينام معانا. اطمني خالص ان شاء الله هيكون بخير. متشكره قوي. الحياه حلوه، عايزاك تكون اقوى من كده. وبعدين بقى ما عندناش راجل يعيط. صباح الخير. الدكتوره موجوده؟ شوفوا لكم حل في الريحه الوحشه دي. صباح الخير يا حبيبه ماما. صباح النور يا حبيبتي. ايه ده زبون؟ عنده اكتئاب. مين ما عندوش؟ حضرتك هكتب له شويه مضادات اكتئاب وشويه فيتامينات، ان شاء الله ياخدهم هيبقى كويس قوي. متشكره قوي يا دكتور. اتفضل. شكرا. اتفضلي حضرتك وانت ماجي هجيب لك البوبي بايا. شكرا. ياه، محدش في الدنيا دي مسايح، مفيش كلب ياضي بنصيبه. بقول لك، عارفه مين جاينا النهارده على العشاء؟ مين يا ماما؟ رأفت ابن عادل الجواهرجي. عايزين ايه؟ جايين يتكلموا عليكي. قطعتله اللي يتكلم عليا نص كلمه. جرى ايه يا حبيبتي؟ جايين يطلبوا ايدك. مش فاضيه يا ماما، عندي شغل وزعيهم. لحد امتى يا حبيبتي هتفضلي كده عايشه في وسط القرود والكلاب لحد ما تصرفاتك بقت زيهم؟ هو ايه يا راجل؟ ادخل الحمار يا فندم؟ سلام. يا فريد. شفت الاف لابنك عمل ايه؟ ايه اللي حصل يا شوكة؟ بترتش لي على بنطلوني يا سيدي. اكيد من فرحته. انت خلفته ازاي؟ شوكة تعمل معروف، ده انا دخت على ما جبت نمرتك عشان اكلمك من وراه، لان عارفه كريزي يا شوكة ومش هتعيره. انت عارف كويس طول عمري كوريكت وبرفض الوصايا، لكن علشان خاطرك احنا برضو عشرة عمر. ربنا يخليك لي يا شوكة، وجميلك ده في رقبتي مش هنساه العمر كله، واوعى انت تقول له وانا كمان مش هقوله. اوكي، اعتبره تعين يا كازانوفا.